السلام عليكم. اليوم نقف عن مشروع تاع مركب سحق البذور الزيتية في منطقة كتامة ببلدية الطاهير بولاية دجل. وللعلم أنه هذا المشروع اللي كان تابع للقطاع الخاص تم أخذه على عاتق الدولة من طرف مجمع مدار اللي راح يصير في المشروع هذا، واللي كذلك المشروع هذا راه الآن في حوالي 70 أو 75% من نسبة تقدم الأشغال، وتحت الأشغال اللي راهي تقوم بها الشركة الصينية، اللي إن شاء الله عند انتهاء الأشغال هذا سوف يدعم القدرات تاع الجزائر في إنتاج زيت الزيوت الغذائية، مع بالموازاة تشجيع وانطلاق مزارع كثيرة عبر بعض الولايات على الوطن في إنتاج النباتات الزيتية كالذرة والصوجة والدوار الشمس. إذن خليكم تابعوا الفيديو، والسلام عليكم.